بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا يا اخوان الجزء بتاع الويفز اللي هو تشابتر 16 و17، وحنبدا الان في الثري تشابترز اللي تتكلم عن الثيرموداينامك. فبداية هو بيتكلم في تشابتر 18، هو واحد من ثري تشابترز تتكلم عن الثيرموداينامكس، تتكلم عن الثيرموداينامكس. تشابتر 18 بيتكلم عن التمبريتشر، الهيت، الفيرست لو اوف ثيرموداينامك. طيب، فبداية في البداية نتكلم، انتم تعرفوا عندنا دائما عندنا سيستم وعندنا برا انفايرومنت او سراوندينج. يعني دائما الشيء اللي احنا بندرسه هذا يسمى السيستم، النظام. واي شيء اوتسايد السيستم له اسمين، اما في ناس بيسموه السراوندينج وفي ناس بيسموه الانفايرومنت. اذا الانفايرومنت هي everything surrounding the system، everything outside the system، هذا بنسميه الانفايرومنت او السراوندينج. اذا الشيء اللي بندرسه هو السيستم، والشيء اللي برا السيستم وبيحيط في السيستم هذا بيسموه الانفايرومنت او السراوندينج. طيب، احنا بنسمع ناس كثير بيتكلموا وبقولوا هيت وتمبريشر، حراره. هيت معناها حراره، وتمبريشر معناها درجه حراره. في فرق يا شباب؟ في فرق بينهم؟ في فرق بين الهيت؟ في فرق. الهيت اللي هي الحرارة هي عبارة عن إنيرجي، يعني عبارة عن نوع من أنواع الطاقة. مش كنا نقول في طاقة كيميائية وطاقة حركية وطاقة وضع كايناتيك وبوتينشال وكيميكال ونيوكليار. في نوع اسمه الثيرمال إنيرجي. الثيرمال إنيرجي إحنا بنسميها الهيت. إذا الهيت هي عبارة عن الإنيرجي اللي بتنتقل ترانسفيرد from one body to another as a result of a difference in temperature. إذن هي الحرارة اللي بتنتقل من جسم لآخر كنتيجة لوجود فرق في درجة الحرارة. يعني أفهم من الكلام هذا إنه المادتين لو إلهم نفس درجة الحرارة ما في حرارة بتنتقل؟ إيه نعم، لو المادتين إلهم نفس درجة الحرارة ما في حرارة بتنتقل. يعني الحرارة بتنتقل نتيجة لوجود فرق في درجة الحرارة. دائما الحرارة بتروح من مين؟ من الهاي تمبريشر، من الهوت بادي، لللو تمبريشر، للجسم الكولد. دائما الحرارة بتنتقل من الهوت للكولد، تماما زي الفلوس. الفلوس بتطلع من الغني وبتروح حق مين؟ حق الفقير. لا يمكن تطلع الفلوس من الفقير للغني، صعب. يعني فقد الشيء لا يعطي. يعني دائما انت عشان تتحرك الفلوس لازم تيجي من الغني للفقير. عشان يتحرك الفلويد لازم يتحرك من الهاي بريشر لللو بريشر. التيار الكهربائي بيتحرك من الهاي فولتج لللو فولتج. النفس على غرارهم، زي المال وزي التيار الكهربائي وزي الحركه الفلويد، نفس الفيلم. الهيت ترانسفير فروم هوت اوبجكت تو كولد اوبجكت، فروم هاي تي تو لو تي. طيب، التمبريشر هي عبارة عن ميجر اوف هوتنس اور كولدنس، هي عبارة عن مقياس للسخونة او للبرودة. طبعا من يعني ممكن التعبير عنها بدلالة ماني سكيلز. في عندنا سيفرال سكيلز، ممكن تعمل اكسبريشن، ممكن تعبر عن الكولدنس او الهوتنس. طبعا احتوا تعرفون بعض منها، السلسيوس والفهرنهايت، وفي الابسوليوت او الكلفن، وفي غيرهم. ترى يعني للمعلوميه، ترى انت يعني جزء تفكر انه بس المقاييس الحراره هي الثلاثه دي، لا في رانكن، في مقياس اسمه رانكن غير ذول الثلاثه، في مقاييس عده. يعني قصد اقول اي انسان ممكن يعمل تمبريشر سكيل. في سكيل اسمه اليونيتي سكيل، هذا برضه تمبريشر سكيل اسمه تمبريشر يونيتي سكيل. يعني قصدي اقول انه في واجد سكيلز او تمبريشر سكيلز، ولكن الاشهر على الاطلاق اللي هو السلسيوس يعني المئوي، الفهرنهايت يعني الفهرنهايت، الكلفن يعني المطلق. طيب، تنسوش انه رمز الهيت كيو ورمز التمبريشر تي. الهيت بما انها نوع من انواع الانرجي وحدتها جول، والاس اي يونت لها جول. ترى في غير الجول،
ترى لمعلوماتكم في البيتو، في البيتو اللي هي بريتش ثيرمال يونت، بس طبعا احنا نتكلم على الاشهر على الاطلاق الجول. نفس الشيء التمبرشر في له وحدات، اذا كنا نتكلم عن السلسيوس فالوحده سلسيوس، واذا كنا نتكلم عن الفهرنهايت فالوحده فهرنهايت، واذا كنا نتكلم عن الكلفن فالوحده كلفن. بالنسبه للوحدات دي مين فيهم الاس اي يونت، سلسيوس ولا كلفن ولا فهرنهايت؟ السلسيوس الكلفن. الكلفن كلفن. الوحده الاس اي يونت الستاندرد هي الكلفن. بتعرفوا ان السلسيوس او المئوي شائع استعماله في منطقه الشرق الاوسط وفي جنوب اسيا وفي شمال افريقيا، هذا هذا السلسيوس. الفهرنهايت شائع استعماله في اوروبا، بس الكلفن هو اللي موجود في الكتب العلميه. يعني تمسك اي كتاب علمي حتلاقيه بيتكلم عن درجه الحراره، بيتكلم باي يونت، باليونت الكلفن. كويس. طيب الحين احنا قلنا انه عندنا واجد موازين حراره كثيره، لكن اشهرها قلنا اللي هي الثلاثه دي، فهرنهايت سلسيوس كلفن. طبعا انتم تعرفوا احنا دائما عاده اذا بغينا نحول من سلسيوس لكلفن، تعال على السلسيوس حقك اللي انا رامز له برمز سي، بس اللي حتعمله انك حتجمع عليه 273 فكذا يتحول الى ايش؟ الى كلفن. اما اذا تبغى تحول السلسيوس الى فهرنهايت، قسم السلسيوس على 5 وتعال على الفهرنهايت، اطرح منه 32 واقسم على 9 وكذا ايش؟ يعني تعال استخدم دي المعادله، تحول من سلسيوس لفهرنهايت او من فهرنهايت لسلسيوس. تعال استخدم دي المعادله اللي فوق، تحول من سلسيوس لكلفن او من كلفن لسلسيوس. على كل احنا في عندنا الدرجه اللي في الفوق اللي هي درجه غليان المي، لاحظوا المي تغلي عند 100 بالسلسيوس، بالكلفن 373. تعال خذ ال 100 اجمع لها 273، شو تصير؟ 373. طيب تعال لل 100 اقسمها على 5 واضربها في 9 واجمع عليها 32، شو تصير؟ 212. طيب اذا لاحظوا درجه الحراره اللي فوق، منتبهين يا شباب، درجه الحراره اللي فوق، درجه الحراره اللي فوق معي يا اخوة عزة. هي معاك يا استاذ، خليني بس اوريكم اياها. درجة الحرارة يا اخواني الاعزاء اللي فوق هنا، هذه كويس، هذه درجة الحرارة، هذه تمثل غليان المي، أما هذه تمثل تجمد الماء، أما هذه اللي تحت فهي عبارة عن الأبسوليوت زيرو، عبارة عن الصفر المطلق. طبعا هذه الأبسوليوت زيرو في عندنا كلمتين نبي نتكلمها عن الأبسوليوت زيرو. إيش اللي يميز الأبسوليوت زيرو؟ يا شباب إيش اللي يميز الأبسوليوت زيرو؟ قال لك الأبسوليوت زيرو هي عبارة أقصى حد يكون كل الجزيئات والذرات تتوقف عن الحركة عندها. الشغلة الثانية إنه ما فيش أقل منها. الشغلة الثالثة إنه لا يمكن الوصول إليها. تعرفوا حيقول لي الله يعني هم ما وصلوا زيرو؟ لا ما وصلوا زيرو، هم وصلوا أقل أقصى شيء وصلوا له 10 أس سالب 12، 10 أس سالب 12 كلفن. يعني هم وصلوا لزيرو فاصلة 11 زيرو واحد، يعني واحد بالتريليون، تخيل واحد على تريليون من، لكن ما وصلوا للزيرو اكزاكتلي. كويس، يعني ما استطاعوا انهم يوصلوا للصفر الكلفن، لانه احنا قلنا انه كل اشكال الحياه تتوقف، كل اشكال الحركه تتوقف. يعني اذا انت بدك توصل للدرجه دي الدم اللي في جسمك ببطل يتحرك. طيب في عندي سؤال 45، سؤال 45 هذا واحد من الأسئلة المطلوبة، بقول لك what temperature in Fahrenheit، وسألني كم درجة الحرارة بالفهرنهايت، واللي حتساوي 3 أضعاف قيمة الحرارة بالسلسيوس. يعني قيمة الفهرنهايت 3 أضعاف قيمة السلسيوس، هذا فرع إيه؟
أما فرع بي الفهرنهايت بيساوي 1/3 من السلسيوس. طبعا العلاقة بين الفهرنهايت والسلسيوس هيها سي على 5 تساوي اف ناقص 32 على 9. حتى أنا هنا في بارت بي كتبت سي على 5 تساوي اف ناقص 32 على 9. أنا هعتبر السلسيوس اكس في فرع اي، هعتبر الفهرنهايت ايش؟ 3 اكس، لأن هو بيقول لي الفهرنهايت بيساوي 3 مرات السلسيوس، فلو السلسيوس اكس الفهرنهايت ايش؟ 3 اكس. معي يا شباب؟ معك استاذ، معك علي وياي ولا نمر؟ معك. طيب يا اخوان، اذا اعتبرنا السلسيوس الفهرنهايت اسمعت في سؤال معاك استاذ؟ لا لا ما في سؤال. طيب الحين استاذ بغيت اسال بسلة زيرو، الحين اذا ما يقدرون يوصلونه فيش فايدته حاطينه؟ وش الفايده منه؟ ايش فايدته؟ انا اقول لك انت في عندي، انا حجاوبه، خلينا نجاوبه لانه الجواب بسيط. هو درجه الحراره المطلقه، انت تعرف انه اول حاجه هي عباره عن نقطه مرجع. يعني انت مثلا الحين ايش فايده العاصمه؟ ايش فايده العاصمه؟ يعني دائما ايش الفائده تحت العاصمه؟ ما كل مدينه في الدوله يعني لها وضعيتها. يعني تعال انت يعني تعال مثلا تتكلم في المملكه، يعني يعني طبيعه مكه وجده والمدينه يعني المنطقه الغربيه غير طبيعة المنطقة الوسطى، غير طبيعة المنطقة الشرقية، غير طبيعة المنطقة الشمالية، غير طبيعة المنطقة الجنوبية. ومع كذا يعني كل منطقة قائمة بحد ذاتها، ولكن في النهاية في مكان بسموه العاصمة، يعني تعتبر زي كأنها نقطة. وضحت الفكرة يا إخوان؟ أيوة وضحت. العاصمة هي كأنها نقطة المرجع. الأبسوليوت زيرو هي نقطة مرجع لي. يعني هي بالنسبة للناس اللي بدرسوا السكيل، هو نسألك سؤال، هم إحنا حطينا نقطة غليان المي، حطينا نقطة تجمد المي، بس دير بالك هذول بيعتمدون على المي. طب لو أنا جبت مادة ثانية زي مثلا الزيت، حتتغير درجة التجمد، تغير درجة الغليان، بس نقطة الصفر المطلق اللي موجودة تحت هذه حظل مثل ما هي. انتبهتوا للقصة دي؟ يعني نقطة مرجع. وبالتالي حتى لو يعني ذيك اليوم مثلا او بلاش ذيك اليوم، قبل فتره في زلزال ضرب اليابان، لكن طوكيو بقت العاصمه. انت فاهم علي كيف؟ يعني افترض ان اجت تسونامي وشال مدينه من المدن، لكن العاصمه حتظل موجوده. الناس هسه انت تعرف لما بيجي يوردوا خبر في السي ان ان بيقولوا مثلا حصل ذلك في مدينه الباحه. بعدين هسا هم طبعا الناس ما يعرفون الباحة، يعرفون مين؟ انا اتكلم عن الناس اللي برا، الناس اللي جوا يعرفون الرياض العاصمة، يقولوا عنها انها ايش؟ احد المدن السعودية 900 كيلو جنوب غرب الرياض. خلاص كذا انت عرفت انه الباحة دي في المنطقة الجنوبية الغربية تبعد عن الرياض 900 كيلو. تضحك الفكرة؟ روح انت شوف مثلا. نعم ايوه بقول لك والله هو مثلا يعني سقطت ذيك اليوم كان عندنا في الاردن يقولوا انه سقطت قذيفه من سوريا، سقطت جو شمال الاردن، فهي سقطت وين؟ سقطت في مدينه اربد دي تبعد عن الحدود السوريه 15 كيلو. فطبعا انا قاعد بسمع في الاخبار تاعت العربيه، فشو بيقولوا اللي بيحكي الخبر؟ بيقول وقد سقطت قذيفه في مدينه اربد، شايف شو بيقول؟ هو بيقول 90 كيلو شمال العاصمه عمان. خلاص الناس في الأردن تعرف عمان معروفة، فهو يتكلم عن إنه القذيفة سقطت في إربد اللي تبعد 90 كيلو، شايف علي؟ وجاي باتجاه شمال عمان، يعني اطلع شمال وانت في عمان امشي 90 كيلو وتصل في إربد. نعم يعني لازم يكون هناك أساس ثابت يرجع. أيوة نقطة مرجع شيء ثابت. عين الأبسوليوت زيرو هي نقطة مرجع. وضحت لك الفكرة كيف؟ نعم واضح. الآن أنا بالنسبة للفرع الألف فرع إيه
أنا حطيت السي سميته إكس والإف ثلاث أضعافه فسميته ثلاثة إكس. الحين جيت بدل السي على خمسة حطيت إكس على خمسة يساوي إف ناقص 32 حطيت ثلاثة إكس ناقص 32 على تسعة. عمل الضرب تبادل وضربت الإكس في تسعة صارت تسعة إكس، وضربت الثلاثة إكس ناقص 32 بخمسة، خمسة بثلاثة إكس صارت 15 إكس، وناقص 32 بخمسة صارت سالب 160. هالحين اللي عملته إني جبت الخمسة إكس عند التسعة يعني قعدت أبسط فيها صار عندي صار 9 إكس ناقص 15 إكس يساوي سالب 160، يعني سالب بروح مع السالب يعني الإكس بتساوي 160 على 6 اللي هي يعني كم؟ اللي هي 26.6. يعني السي كم بتساوي؟ طلعوا شباب، يعني السي بتساوي 26.6 والإف بتساوي 79.8. إذا نكمل الجواب، هو طبعا ما يبغى الإكس، هو يبغى الريدنج بالفهرنهايت. الريدنج بالفهرنهايت كم؟ 79.8. لاحظ الفهرنهايت هنا تساوي قيمة السلسيوس مضروبة ضرب ثلاثة. طبعا دير بالك 26.6 تساوي 79.8، يعني انت لما تجيب مقياس بالسلسيوس وتخليه يقيس الجو حيعطيني 26.6، هذا لو بالسلسيوس. لو بالفهرنهايت شو حيقيس؟ 79.8. لاحظ انه درجة الحرارة نفسها ولكن الريدنج تاعها بالفهرنهايت هو نفس الريدنج حقها بالسلسيوس ضرب ثلاثة. واضح الفكرة يا شباب؟ واضح. نعم واضح. بس الحين يا استاذ السيلسيوس والكلفن ليش ما اعتمدوا مقياس واحد؟ ليش الاختلافات؟ ما احنا قلنا، وليش الناس تحكي لغات عدة؟ تفيدنا انت، قل لي ليه الناس تحكي لغات عدة؟ انا احكي لك ليش، لانه مختلف الاماكن، الناس مش متفقه يا رجل، مش متفقه. يعني ال انت تعرف الحديث تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال انه اكلوا العرب اكلوا العرب الابل فصار عندهم غلظه، واكل الاتراك الخيل فصار عندهم ايش؟ صار عندهم جراه يعني وشجاعه، واكلوا واكل الغرب الخنزير فصار عندهم دياثه. يعني اذا تخيل ذا نوع، تخيل في نوع اللحم احنا مختلفين، يعني هذا في الاكل. يعني تخيل عاد انت عاد في اللغات، تخيل في الدين، تخيل في الـ في الـ في قياس الحراره. يعني ليه بنتفق في مقياس الحراره يا عم علي؟ ما الدنيا يعني الناس مختلفه في كل شيء. يعني اذا رجل نص دول العالم القياده على اليمين ونص دول العالم القياده على اليسار، في كثير دول القياده فيها على اليمين وفي دول القياده فيها على اليسار، يعني الناس مش متفقة في شيء يعني. فبالتالي يعني انت ليه عايزهم في درجة الحرارة او في مقياس درجة الحرارة انه يصيروا متفقين؟ يعني قصدي اقول نفس الشيء، يعني درجة الحرارة الاشياء الباقية. طيب الفرع بي، بس بدل ما نحط 3 اكس بدل اف، يعني بحط بدل السي اكس وبدل الاف شو بدي احط؟ وهو بيقول لي 1/3 يعني اكس على 3. هاي خلص بدل اكس سي على 5 حطيت اكس على 3، وبدل F حطيت X على 3 ناقص 32 على 9 وعملت مقص، فضربت الX بتسعة فصار 9X، وضربت الX على 3 ناقص 32 في 5 فصار X على 3 في 5 5X على 3 ناقص 160، وعملت solving لهذه المعادلة طلعت الX سالب 21.82. لاحظ أن C هي الX، هي سالب 21.82، الF هي الX على 3 سالب 21.82 على 3 سالب 7.27. طيب احنا يا شباب حنرجع نشبك علشان نكمل الهاي، ولكن خلينا لانه باقي دقيقه في التايم، خلينا نحمل هذا الجزء ونشتغل الجزء الثاني وراه. يلا.